بدل ما تركز علي حضرتك في أكثر من تصريح، لكن نعم. أود أن لا أفوت نقطة من كلامك، يعني بما يخص لديك تصريح مهم جدا حول التوقيع بالدم دليل على نوايا التيار بالعودة للعملية السياسية. نعم. الآن تذكر أن أيضا الحراك النشط ربما للتيار الصدري ربما قد يعود إلى العملية السياسية، قد نعم. تكون هنالك ربما تخمينات حول هذا الموضوع أو مؤشرات نعم. إن صح الوصف، خصوصا أن هنالك حراك نشط بالتزامن مع ما حدث حول الجماعات التي سميت بأنها منحرفة ربما، نعم. أو أنها قد تؤثر على سياسة دينية أيضا نعم. لطبيعة الصدر. هل تعتقد أن هنالك مؤشر فعلي على عودة الصدر للعملية السياسية؟ يعني هو تصريحات سيد مرتضى الصدر، لا تصريحات سيد مرتضى الصدر أنه ما يعود إلى العملية السياسية، ولكنه هذه التحركات أنا في تصوري هي مؤشر على احتمال كبير إلى عودته، يعني لا يمكن التنبؤ، سيف الصدر لا يمكن التنبؤ بالفعل. بمواقفه يعني زين، ولكنه مؤشرات هاي تنطي هذه الحقيقة هالنوع من التحركات. أنا مع أطراف التيار الصدري يعني يقولون أنه السيد خبرنا أنه ما راح يرجع العملية السياسية، هذا الحديث قبل شهر شهرين كان هذا المطروح يعني. الآن هل أمام هذه التحركات الجديدة وهاي التوقيع بالدم وهذا، لا هذا آني يعطيني مؤشر آخر يعني، ولكن أيضا أستطيع أن أقول لا يمكن التنبؤ بالمستقبل يعني، خصوصا يعني نحن على مقربة من انتخابات مجالس نعم. المحافظات، هل نعم. من الممكن أن نشهد توافد مؤيدين الصدر نعم. إلى مراكز الاقتراع بعودة مفاجئة قد تكون؟ يعني هذا جدا 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 وارد يعني، أنا في تصوري جدا جدا وارد، وقد حقيقة هذه تكون مقدمة للانتخابات البرلمانية القادمة، أنا ما أستبعد هذا الأمر بالمرة.